انا جمال الدين الزيادي سارافقكم اليوم في هذه الحصه لنتدرب معا على بناء الفقره الحجاجيه التي ترد في سؤال الانتاج الكتابي في دراسه النص للشعب العلميه وهي مساله طالما شغلتكم خاصه لقيمتها العدديه في الامتحان وسننطلق من في هذه الحصة من هذا الاستفسار أو من هذه المداخلة لأحد زملائكم والذي يقول فيها وسأقرأ هذه المداخلة لعلكم يعني تجدون فيها أنفسكم سيدي عندي مشكلة في كثير من الأحيان أحس أنني فهمت سؤال الإنتاج الفقرتي واجبت بطريقه كنت راضيه عنها ولكن غالبا ما يكون العدد على غير ما اتوقع لماذا وماذا علي ان افعل؟ شكرا اذا لا شك ان هذه التلميذه تعاني من بعض المشاكل في انتاج الفقره وتجد بعض الصعوبات في تحريرها لذلك اقترحنا او راينا ان يكون هدف الدرس ان نجعل التلميذ قادرا على انتاج الفقره الحجاجيه وبنائها بحسب مختلف وجهات الحجاج ان كان اثباتا او دحضا او تنسيبا. اذا محتوى الدرس سيكون على ثلاث مراحل، المرحله الاولى تتعلق بالاثبات والمرحله الثانيه تتعلق بالدحض. اما المرحلة الاخيرة فتتعلق بالتنسيب ونبدا بالاثبات وسننطلق من هذه التعليمة التي تقول وادعوكم الى ان تتخيلوا ان تكون هذه التعليمة يعني في الورقة امامكم اثناء الامتحان ساحاول ان ارافقكم وأبين لكم كيف تتعاملون مع مثل هذه التعليمات فيقول السؤال أو التعليمة يرى الكاتب أن المجتمعات تحتاج إلى حوار الحضارات لتحقيق تقدمها المطلوب حرر فقرة حجاجية من خمسة عشر سطرا تثبت فيها هذا الرأي حرر فقرة حجاجية من خمسة سطرا تثبت فيها هذا الرأي وسننطلق في فهم هذه التعليمات بحيث نجد أنها تحتوي أو أن أطروحتها تحتوي على فعل احتاجة فالمجتمعات تحتاج إلى حوار الحضارات بمعنى أن المجتمعات تفتقر الى حوار الحضارات احتاج الى الشيء يعني افتقر اليه احتاج الى اي كان في حاجه الى والحاجه هي حاله من النقص والافتقار ماديا او معنويا وهي بوجه من الوجوه الدافع اما حوار الحضارات فهو ذلك الانفتاح على المجتمعات الاخرى قصد التفاعل الايجابي معها اخذا وعطاء وبهذا تكون الاطروحه كالاتي حوار الحضارات هو امر تفتقر اليه كل المجتمعات لتحقيق تقدمها واستقرارها وهو حاجه من حاجاتها اذا فهمنا الاطروحه نمر مباشره الى المطلوب كي يكتمل فهمنا لهذه التعليمة المطلوب هنا صريح وواضح هو إثبات هذا الرأي بحجة أي دعمه بحجة والإستدلال على صحته كما أن هذا المطلوب بطبيعة الحال وككل أسئلة دراسة النص يحدد لكم الكمة النصية المطلوب أو عدد الأسطر المطلوبة إذا خلاصة التفكيك أن الأطروحة تتمثل في أن حوار الحضارات هو أمر تفتقر إليه كل المجتمعات لتحقيق تقدمها واستقرارها وهو في نهاية الأمر حاجة من حاجاتها والمطلوب هو إثبات هذا الرأي بحجج والاستدلال على صحته إذا سننطلق في محاولة انجازنا لهذه التعليمة او للتحرير فيها من محاولتين لتلميذين مختلفين، هاتان المحاولتان اخذتهما من محاولات زملائكم. اذا سننطلق في محاولة انجازنا للتعليمة او للتحرير فيها، بمحاولة انجزها احد التلاميذ وتقول المحاولة المجتمعات تحتاج ولا تحتاج حوار الحضارات لانه سلاح ذو حدين يمكن ان يجعل المجتمعات تتاخر عند ذلك يساعدها في كثير من الاحيان والدليل ان اوروبا تقدمت بعد حوارها مع العرب في اسبانيا ويواصل التلميذ في نفس النسق تقريبا وبنفس الاسلوب الى ان يصل في نهايه الامر الى الاستنتاج فيقول في الاخير المجتمعات تحتاج حوار الحضارات. إذا هذه المحاولة تحتاج أن ننظر فيها. فنحاول أن نقيمها من حيث مدى فهم التلميذ للمطلوب من التعليمة. لاحظوا أن التلميذ يفهم قضية حوار الحضارات. وله معرفة بأن حوار الحضارات يمكن ان يفيد المجتمعات كما يمكن ان يضر بها فاشار الى ذلك في اطروحته والحال هنا انه يجب ان يكتفي بان الحوار الحضاراتي هو حوار تحتاجه المجتمعات فالتلميذ فهم المساله كما درسها من جملة النصوص والمسائل التي تعرض فيها إلى مسألة حوار الحضارات ولكنه في هذه الإجابة قد جانب الصواب لأنه لم يفهم المطلوب إذا فالتلميذ قد أخطأ من حيث فهمه للمطلوب من التعليمات فجانب الصواب ووقع في كثير من الاخطاء المنهجيه التي يعني سنجملها او سنبينها لكم الان فالتلميذ في الظاهر قد فهم ان البناء النظري لفقرته يجب ان يكون في شكل اطروحه قال المجتمعات تحتاج ولا تحتاج حوار الحضارات. ثم خرج من ذلك واستعمل قرينه للتعليل ليعلن بدايه الاحتجاج لهذه الاطروحه ليصل في نهايه الامر الى الاستنتاج فنظريا التلميذ قد اتبع البناء النظري المطلوب ولكن لاحظوا في عباره تحتاج ولا تحتاج أي أنه قد ذهب في الأمر إلى اليمين واليسار أو إلى حاجة المجتمعات أو إلى عدم حاجتها إلى حوار الحضارات بحيث يكون عمله تعديليا ولا يثبت إذا فالخطأ المنهجي الذي وقع فيه هذا التلميذ أنه عمد إلى تعديل الأطروحة لا إلى إثباتها أما الخطأ المنهجي الموالي فيتمثل في انه اعتمد على جمله من الافكار دون ان يستدل عليها بحجج او دون ان يعني يحتج لها وكذلك اورد حججا يعني تحتاج الى مزيد الاحكام والربط بحيث كانت افكاره جمله هي افكار غامضه مقتضبه لا تفي بالغرض ولا تحقق له يعني النتيجه النتيجه التي يرجوها في الاخير استعمل التلميذ للاستنتاج اعاده الاطروحه هكذا اعادها كما وردت والحال ان عليه ان يبين او ان يعلن ان الراي المطروح في بدايه الفقره والتي احتج له بالحجج هو راي مشروع قد بين ذلك من خلال الحجج التي استعملها. الخص ان التلميذ يفهم عموما مساله حوار الحضارات ولكنه لم يفهم المطلوب، عمد الى التعديل والمطلوب منه هو اثبات للاطروحه التي اقترحتها التعليمه، هذا اولا. أخطاؤه المنهجية الوصف المنهجي لما قام به يتمثل في أنه حاول أن يبني الإجابة كما قلنا وفق التمشي الحجاجي المعروف الذي يقوم على الأطروحة وسيرورة الحجاج ثم الإستنتاج ولكنه ذهب إلى التعديل كذلك في استنتاجه لم يبين مشروعية الأطروحة وإنما عمد إلى إعادة ذكرها وفي ذلك خطا. أما الأفكار كما رأينا فقد كانت مقتضبة وتحتاج إلى مزيد من الدعم والربط والتنسيق. إذا سنحتفظ من هذه المحاولة بالأطروحة التي تقول إن المجتمعات تحتاج إلى الانفتاح على غيرها والتفاعل معها تفاعلا سلميا مبنيا على الأخذ والعطاء حتى تحقق تقدمها واستقرارها المحاوله الثانيه تقول حوار الحضارات يمكن المجتمعات من ان تتعرف الى اوضاعها لان الاخر هو مراه الذات لانه يجلب لها علوم وتقنيات وليس ذلك فقط وحقوق الانسان والديمقراطيه وحملة نابليون بونابرت على مصر جعلت العرب يستيقظون ويواصلوا في نفس السياق وبنفس تقريبا الأسلوب إذا هذا التلميذ لو عدنا إلى الإنتاج الذي قدمه هو يفهم أن حوار الحضارات هو أمر تحتاجه المجتمعات. قال: حوار الحضارات يمكن المجتمعات من ان تتعرف على اوضاعها. كان عليه ان يقول وسننظر في اخطاء اللغه ان تتعرف الى اوضاعها. هذا التصريح هو انباء ضمني بانه قد فهم الاطروحه. اما منهجيا فهو لم يصرح بها. فهمها أدركناها نحن أو يدركها القارئ من خلال تتبع جمله أن التلميذ قد فهم الأطروحة ولكن كان عليه أن يصرح بها وأن يبسطها وأن يفرعها إلى أفكارها وإلى جزئياتها ثم لعلكم لاحظتم أنه قد ارتكب الكثير من الاخطاء التركيبيه مما جعل افكاره مذبذبه مفككه حتى غابت او غاب المقصود الذي يريده بسبب هذا النوع من الاخطاء وكذلك اهمل التلميذ ان يعرض او ان يخبر او ان يستنتج ان الاطروحه مشروعه وان هذا الراي مشروع. وكما كانت المحاولة الأولى فالأفكار أيضا هنا كانت أفكارا مقتضبة وأفكارا يعني دون دليل نجده يقدم الفكرة ولا يقدم الحجة أو أحيانا بتقديمه للحجة يتصور أنه قد قدم الفكرة واحتج لها والحال اننا حينما نريد ان نحتج فانما نحتج للفكره فلا يمكن للحجه ان تقوم مقام الفكره وسنبين ذلك فيما سياتي من الدرس اما في اللغه لاحظوا ان لغه هذا التلميذ هي لغه متعثره لغه اضرت بالفهم وقد تعوق عمليه الفهم لذلك أنصحكم وهذا أمر يعني ضروري بمراجعة المكتوب المرة تلو الأخرى حتى تستقيم لغتكم لأنها أساس الإبلاغ وهي التي تضمن لكم أن يفهم القارئ ما تكتبون فالتلميذ قد أخطأ في رسم كلمة مرآة رسمها بالتاء المفتوح والحال انها ترسم بالتاء المربوطه. هنا اريد ان اذكركم بقاعده بسيطه تلجاون اليها اثناء المراجعه ببساطه شديده لو وجدتم صعوبه في التفريق بين التاء ان كانت مفتوحه او مربوطه يمكنكم ان تعوضوها بالهاء فاذا استقام الامر عندكم فهي مربوطه. اما اذا لم تتمكنوا من ذلك ولم يستقم الامر في نطقها فهي مفتوحه فكلمه مراه هنا اجربها معكم مراه هي مقبوله كل الكلمات المؤنثه التي تختم بالتاء المربوطه يمكن ان ننطق التاء هاء جربوا ذلك وسترون ان هذه القاعده مفيده فكلمه مراه يمكن ان ننطقها مرآه بينما كلمة بنت لا يمكن ان نختمها بالهاء فبالتالي هي تاء مفتوحه مثل هذه الاشياء البسيطه قد تساعدكم حاولوا ان تستعملوها لتجويد الكتابه وللابتعاد شيئا فشيئا عن الاخطاء التي تعيق مسأله فهم القارئ لما تكتبون اما الخطا الموالي فهو خطا يعني نحوي ما كان على التلميذ ان يرتكبه لان المساله التي يعني يتعلق بها هذا الخطا هي مساله معلومه منذ الابتداء وانتم يعني تتعرضون لها فالجمله بسيطه جدا جلب لها علوما المكون الثالث والذي كتبه التلميذ علوم هو في محل نصب وهو مفعول به لابد من ان نحرص اثناء المراجعه على يعني البحث في العلاقات النحويه بين الكلمات لعلنا يعني نتفطن الى ما يمكن ان نخطئ فيه اما الخطا التركيبي وهو خطا تركيبي فادح لانه قد اسس خلطا في الفكره فغابت ولم تعد مفهومه. استعمل جمله من المؤشرات هكذا مرتبطه مع بعضها وليس ذلك فقط ثم اضاف الواو في حمله نابليون بحيث اصبحت يعني الامر فيه تناقض وفيه بين ظفرين ركاكه، لذلك اللي يجب عليكم ايضا ان تتمكنوا وان تحسنوا استعمال التراكيب. وبالتدريب والتكرار تتمكنون بذلك والامر يسير في كل الاحوال فما ذكره التلميذ حاولنا ان نصوبه بتدخل بسيط في تحويل هذه الادوات وليس ذلك فقط بحيث صارت الفكره ان حوار الحضارات لا يوفر العلوم والتقنيات فقط وانما يوفر لها القيم الانسانية ايضا مثل الحرية والعدالة. الدقة في استعمال هذه المؤشرات يحمي الفكرة من ان تضيع ومن ان يفشل صاحبها في الابلاغ بها. سنحتفظ من المحاولة الثانية بالجزء الثاني من النص الحجاجي وهو الجزء المتعلق بسيرورة الحجاج وسنعرض لكم يعني الفكرة الأولى حوار الحضارات يساعد المجتمعات على أو على التعرف إلى أوضاعها وما يشوبها من نقص إذا فالفكرة تحتاج إلى حجة من قبيل أن الآخر مرآة الذات او من قبيل اكتشاف رواد النهضه العربيه مثل التهتاوي وخير الدين باشا الى عمق الهوه التي تفصل العرب عن الغرب بفعل الانتقال الى اوروبا والارتحال اليها ولبيان حاجه الشعوب العربيه الى التعلم منها الفكره الثانيه هي التي ذكرناها لا يمكنها من اخذ العلوم والتقنيات فقط وانما من اخذ بعض القيم الانسانيه ايضا مثل حريه التعبير وغير ذلك من القيم، هذه الفكره نحتاج ايضا الى حجه لدعمها من قبيل ان التقدم الهائل الذي يشهده العالم اليوم يعود الى كثافه عمليه الانتقال والخبرات والمبادئ والافكار بين الحضارات المختلفه. اذا القسم الأخير من الفقرة الحجاجية هو قسم الاستنتاج والذي نبين فيه مشروعية الأطروحة والتي والذي نستخلص فيه أن الحوار الحضاراتي لا بد من الإقرار به لا بد من الإقرار بدوره والإقرار بحاجة الشعوب إليه لأنه يساعدها على التقدم وعلى نشر قيم السلام والتعاون بينها ولكي نحرر هذا سنعرض يعني بعجاله اسلوبا بسيطا نربط فيه بين الفكره وحجتها فالفكره الاولى حوار الحضارات لا يمكن من اخذ العلوم والتقنيات فقط وانما يمكن من نشر القيم الى غير ذلك الحجه المناسبه الثوره الفرنسيه قد اعطت اوروبا والعالم لابد من ان نبحث عن مؤشر او عن وسيله او عن اسلوب نربط فيه بين الفكره والحجه من قبيل واكبر دليل على ذلك ان ونواصل الحجه ثم يمكن ان تعترضنا بعض الصعوبات في ربط الافكار فبعد ان تحدثنا عن الفكره السابقه وكتبنا حجتها، سنمر الى فكره اخرى من قبيل ان حوار الحضارات الى اخره، اذا نحتاج الى مؤشر ايضا من قبيل كما ان والمؤشرات كثيره يمكن ان نقول اضافه الى وكذلك وايضا دون ان ننسى ناهيك عن، اذا كلها مؤشرات تساعدكم على ربط الافكار بعضها ببعض. من أجل أن يكون النص سلسا ويكون أه وتكون الأفكار متماسكة إذا في نهاية الأمر في نهاية هذا القسم أذكركم أن الإثبات يطلب بأساليب وبصيغ من قبيل أثبت ادعم أو دعم أكد استدل على إلى آخره والجواب بطبيعة الحال سيكون ثلاثيا يتبع البناء الذي وضحناه الأطروحة بعد بسطها وعرضها إلى آخره وتفريعها ثم سيرورة الحجاج التي يجدر بالتلميذ أو أنصحكم بأن تعلنوا عنها بعبارة دالة على ذلك من قبيل والدليل على ذلك من قبيل حتى أداة التعليل لأن كلها يعني تشعر القارئة انكم بصدد الاحتجاج لاطروحتكم بالحجج المناسبه واثناء تحريركم لسيروره الحجاج يرجى منكم ان تعتمدوا على الفكره اولا ثم بعد الفكره ناتي الى الحجه لانها الداعم لها لانها الدليل عليها ثم واثناء اختياركم للحجج لابد من تحري الحجج لا بد من تنويعها لا بد من السعي إلى ترتيبها ولا بد إلى السعي إلى تعدادها هذا بطبيعة الحال وفق الحيز النصي المطلوب كذلك وجب عليكم مراعاة التناسق وهذا التناسق بطبيعة الحال يمكنكم منه حسن استعمال التراكيب في الربط بين الأفكار فإذا أسأتم استعمال التراكيب اختل هذا التناسق وهو الملاحظة الأخيرة التي تتعلق بحسن استعمال المؤشرات، وأخيرا الاستنتاج وهو المرحلة الأخيرة من الفقرة الحجاجية، والتي يجب على التلميذ أن يثبت أو أن يعلن أن صاحب هذا الراي وهو له من المبررات ما يجعله يتبنى هذا الراي وان الراي في نهايه الامر هو راي مشروع والاطروحه مشروعه. نمر الان الى القسم الثاني وهو الدحث. هذه الوجهه اذا تطلب بجمله من الاساليب والصياغ مثل فعل الامر إدحض او ابدي رايا مخالفا او فند. أو غير ذلك من التراكيب المؤدية إلى وجهة الدحض. فالدحض هو عملية منطقية في نهاية الأمر، تقوم على الهدم والبناء. فهذا الشخص هدم بيته ليبني في نهاية الأمر بيتا جديدا يحقق له ما يريد منه. فعملية الدحض في نهاية الأمر هي عملية مرور من الهدم الى البناء في الكتابه من الراي المرفوض الذي لا نقبله الى راي نقبله ويكون ذلك بطبيعه الحال بعد سيروره من الحجاج نهدم فيها ما الراي المرفوض ونبني في الان نفسه رايا مخالفا. اذا وسننطلق من التعليمه التاليه يرى بعضهم ان تفاعل الحضارات لا يؤثر في المجتمعات إلا إيجابيا المطلوب ادحض هذا الرأي في فقرة من خمسة عشر سطرا إذا كالعادة لا بد من فهم المطلوب فهما جيدا لذلك لا مناص من تفكيك الأطروحة إذا فالتفاعل ويعني المشاركة أي الأخذ والعطاء ويعني أيضا التأثير المتبادل بين طرفين وحوار الحضارات يعني احتكاك الحضارات والاشتراك في الأخذ والعطاء من بعضها البعض فعل يؤثر يعني يترك أثرا والأثر الذي يتركه الدواء في المريض يعني مفعول له أو ما يحدثه من تغييرات أما التركيب الأساسي في هذه الأطروحة والذي يشكل تقريبا المعنى الأساسي لها هو تركيب الحصر استعمل صاحب السؤال أداة النفي ثم إلا أداة الحصر ليحصر تأثير تفاعل الحضارات في الإيجابيات فقط تكون الطروحة إذا أن تأثير تفاعل الحضارات على المجتمعات لا يكون إلا إيجابيا أي أن مفعوله أو مفعول الاحتكاك بينها والأخذ والعطاء من بعضها البعض لا يترك آثارا سلبية عليها. إذا المطلوب ادحض، والدحض كما بينا هو هدم للرأي وبيان لمواطن الخلل فيه بالحجة والبرهان، وكذلك بناء موقف بديل بالاستناد إلى جملة من الحجج التي تدعمه. وسننظر في هذه الفقره يرى بعضهم ان تفاعل الحضارات لا يؤثر في المجتمعات الا ايجابيا وعندي ان هذا الراي يجانب الصواب لانه ينظر الى الامر بعين واحده إذ أنه يهدد الهويات الوطنية بما يفرضه من قيام وعادات مخالفة لما أنفقت الشعوب مئات السنين في إبداعه ثم يورد التلميذ حجة كما أنه بتوفيره للحلول الجاهزة والمغرية يشجع على الجمود والتواكل والاكتفاء بالوافد دون السعي إلى الخلق والإبداع ثم يورد حجة أخرى ويواصل دون أن ننسى أنه يتحول أحيانا إلى وسيلة هيمنة فيتحول إلى عامل صدام ينمي النزاعات العدائية ويهدد السلماء العالمية ثم يستعمل التلميذ حجة أخرى ويخلص في نهاية الأمر إلى القول إذا تفاعل الحضارات يؤثر سلبيا أيضا ويعرقل التقدم إذن الأطروحة المدحوظة تفاعل الحضارات لا يؤثر في المجتمعات إلا إيجابيا سيرورة الحجاج نبدأ بهدم هذه الأطروح بالإشارة إلى نقاط ضعفها فالرأي ضعيف لأنه جزئي لم ينظر إلى تفاعل الحضارات إلا من زاوية واحدة وهي زاوية الإيجابيات ثم مرحلة البناء سنستعمل فيها مجموعة من الحجج التي تؤكد مدار تفاعل الحضارات وتشير إليها لنصل في نهاية الأمر إلى استنتاج معاكس للأطروحة وهو ما نسميه بالأطروحة المدعومة والذي يكون فيه الإعلان عن أن تفاعل الحضارات يمكن أن يؤثر في المجتمعات أيضا سلبيا. الخلاصة إذا الدحض هو عملية هدم وبناء إذا يبدأ التلميذ فقرته ببسط الأطروحة المدحوظة التي ترد في التعليمة والتي يجب أن يعمد فيها إلى بعض التفسير والتفصيل والتوسع ثم سيرورة الحجاج والتي تقوم على ثنائية الهدم والبناء كما بينا ثم ليستنتج في نهاية الأمر نقيض الأطروحة المدحوذة أو ما يمكن أن نسميه بالأطروحة المدعومة أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنسيب أو التعديل فالتنسيب هو تصحيح لموقف أو تعديل له ويطلب بأساليب وعبارات من قبيل إلى أي حد ما هي حدود إلى أي مدى ما وجاهة هذا الرأي؟ إلى آخره ثم يتكون جواب التنسيب من مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى هي مرحلة المسايرة وفيها يبسط التلميذ الأطروحة ويقدم الحجج المناسبة لإثباتها ثم يعود بعد ذلك ليوضح حدود هذا الرأي في المرحلة الثانية وهي مرحلة التعديل ليشير إلى ما غاب عن الأطروحة الأولى ليشير إلى الغائب فيها وبطبيعة الحال يستدل على ذلك بجملة من الحجاج ويمكن أن نفتتح هذا القسم بأداة استدراك لكن أو أي مؤشر يفيد التقابل وفي نهاية النص الحجاجي المحقق لوجهة التنسيب يحتاج التلميذ إلى أن يرسم استنتاجا يؤلف فيه بين الأطروحتين مع ضرورة الإشارة إلى أن ما يغيب في الأطروحة هو ما يمكن أن يكون إضافة أو تقديما للنقيض. وسنطبق هذا البناء على التعليمه الاولى الى اي مدى يكون حوار الحضارات مفيدا اجب في فقره من 15 سطرا الفهم اذا كالعاده نفكك الاطروحه فتقول الاطروحه حوار الحضارات مفيد اي ان له فوائد يعني ان للحوار اثارا إيجابية المطلوب هو الإشارة إلى التأثير السلبي للحوار. فنقترح أن يكون تخطيطنا كالتالي: أولاً، إن حوار الحضارات مفيد بحجة أنه يُمكِن من التعريف إلى الذاتي، يساهم في اكساب المعارف والعلوم والتقنيات. وينشر القيم الإنسانية، وبطبيعة الحال كل هذه الأفكار تحتاج من التلميذ أن يستدل على صحتها بجملة من الحجج، ثم نستدرك بأداة أو بالمؤشر ولكن لنعلن أن حوار الحضارات هو مضر من ناحية أخرى، ما هي أدلتنا على ذلك من قبيل أنه يمكن أن يكون وسيلة للهيمنة؟ أو قد يؤدي إلى الجمود والتواكل أيضا وفي هذه المرة أيضا نحتاج إلى جملة من الحجاج لنخلص في نهاية الأمر إلى أن نستخلص أن حوار الحضارات فيه الجوانب السلبية وفيه الجوانب الإيجابية وهو بطبيعة الحال سلاح ذو حدين يجب أن نحذر ونحن نخوضه وننخرط فيه التطبيق الثاني يرى بعضهم أن الترجمة هي سبيل إلى حوار الحضارات ما رأيك؟ أجب في فقرة من خمسة عشر سطرا الأطروحة لاحظوا أن الأطروحة في جانبها المصرح به تعلن أن الترجمة سبيل إلى حوار الحضارات بينما في المسكوت عنه أن للترجمة سبلا أخرى مثل الإعلام والعمل الدولي المشترك وهو ما غاب عن الاطروحة الاولى، والمطلوب اذا هو تعديل هذا الراي باضافه ما غاب عن تلك الاطروحة، اي هكذا بالاشارة الى بعض سبل تفاعل الحضارات او حوار الحضارات الاخرى. ملاحظه اذا يجب ان ننتبه هنا ان التعديل في هذه التعليمه ليس بلفت الانتباه الى نقيض الاطروحه وانما بالاشاره الى ما يكملها. فيكون بالتعديل على هذا الاساس نستعمل اداه استدراك ثم نبين ان لحوار الحضارات سبلا اخرى ونستدل على ذلك وقد عرضناها مثل وسائل الاعلام السفاري العمل الدولي المشترك الى اخره اذا وصلنا اعزائي التلاميذ الى نهايه هذه الحصه ولكن قبل ان اغادركم اريد ان اقدم لكم جمله من التوصيات المهمه لعلكم تهتدون بها وانتم تستعدون او تخوضون امتحان البكالوريا وتحديدا في اختبار دراسه النص وتحديدا ايضا في السؤال المؤدي الى انتاج الفقره الحجاجيه اذا لا بد من فهم الاطروحه لان الفهم هو المسلك الوحيد الذي يمكنكم من ان تنجحوا في تحرير فقرتكم، الذي لا يفهم المطلوب في نهايه الامر لن يجد ما يرغب من المكافاه العدديه. ثانيا عليكم ان تحددوا المطلوب بدقه لتحديد وجهه الحجاج. انظروا جيدا في المطلوب، افهموا ماذا يريد منكم، فهو الذي سيوجهكم الى الاثبات او الدحض. أو التنسيب كذلك لا بد من العناية بترتيب الأفكار وترابطها وتوظيف الحجج المناسبة ثم لا تنسوا اللغة لأنها قد تؤثر على مضمون ما ستنجزون وكذلك الملاحظة الشكلية الأخيرة والتي تتعلق بعدد الأسطر المطلوبة أخيرا أنصحكم بالتقيد بعدد الأسطر المطلوبة وفي نهايه هذه الحصه ارجو لكم التوفيق والى اللقاء ان شاء الله